السلام عليكم خوتي خواتاتي، ومرحبا بكم معايا في منطقة جديدة من مناطق مغربينا الساحر. اليوم غنعرفكم على الجبهة اللي كتوقع في الجزء الشمالي من المغرب، وهي منطقة ساحلية متوسطية جات بجبال الريف وعلى الطريق اللي كيربط الشمال الغربي بالشمال الشرقي في المغرب، وهي مركز الجماعة القروية متيوا، وهي جزء من إقليم شفشاون ضمن جهة طنجة تطوان. الجبهة هي منطقة زوينة بزاف، جمعت بين طبيعة الجبال والغابات والبحار، وفيها شي مناظر ما غادي تشوفهم حتى شي بلاصة. وبحكم منطقة تعرفت بزاف عند المغاربة خصوصا في فصل الصيف، ولات فيها فنادق وديور الكراء اللي غادي نقربكم من أثمنة كراء الشقق. وصلنا للجبهة في وقت الغداء، وأول حاجة درنا هي مشينا نتغداو، ولا شيء يعلو على شوية سريدنا وطاجين الوصالة. دابا هادي سريدنا وهادي سردي. هادي ولد بنتو. ولكن سريدنا هي ال. عرفتني هادي فيها المذاق يكون مختلف. المذاق مختلف على. هذا واش كيكون شوية على حسب السردي العادي. كل شيء زين كاع النعمت الله زين. والجبهة هادي باش معروفة هي بس سريدنا هادي. تحياتي أخويا. باش ما يمكنش تجي الجبهه وما تضربش سريدنا. ما درتي والو يا البيصار. ما تطوجنا تكون شي موجود. هذه الرايه راية تاهية. هذا تاهية. هذا تشرغو. شرغو. وي. شرغو ولكن لا أمية. سردينا. يا سريدنا أخي. شكراً أخي. ما يمكنش تجي الجبهة وما تضربش البيصارة. مع البصلة العجيبة، البصلة حلوة بحال هكا تضرب سريدنا. يا سلام. بالنسبة للأثمنة ديال الكرة، ربما في شهر 6 ماشي هو شهر 7، بحال دابا العام مور العيد ربما غتكون الأثمنة طالعة. وييه. دابا حاليا في شهر 6 شحال تقريبا؟ دابا 20 25 طار 15 كاع 15 فرانك 20 فرانك 15 على اللي قلتي عسل جوج د الناس 15 و4 5 20 فرانك. ولكن ملي كيكون الدنيا عامره 25 30 حتى 40 فرانك كتوصل على حسب الدار كي دايره والمقاديرها كبيره 100 متر مواحل و دوش و كوزينه. صافي ان شاء الله انا نخلي الرقم ديالك في الوصف ديال الفيديو،
ومرحبا بكم في الجده ان شاء الله. حفظك الله راك السي عبد الحق ياك. حفظك الله راك بارك الله فيك. هاد الدار اللي كرانا السيد اللي هضرت معاه دابا، حنا دابا جينا في تقريبا اليوم التاريخ 16/6 كرهنا ب 200 درهم. هانتوما كما كتشوفوا فيها صالون، دار نقية بزاف، ولكن كما قال على حساب لا سيزون على الموسم. دابا الدنيا هنا باقا خاوية، كنظن ان مور العيد ما غيكونش هاد الثمن، 300-350 تقدر توصل 400. فيها الصالون هنايا، فيها بيت النعاس هكا، هاد البيت فيه ناموسية هانتوما كما كتشوفوا. هنايا كاين بيت اخر هنايا، ها هو تا هو نيت، فيه سديدرات هنايا، فيه تا هو ناموسية. هانتوما باش نطو باش يبان مزيان. كوزينة ها هي، كوزينة فيها كلشي، فيها الثلاجة، الثلاجة فيها فين طيب، شعل الضوء باش يبان، فين طيب، فيها الشوفو، الدوش، كلشي فيها. قلنا عاد الدوش نوري لكم، ها المدخل ديال الدار هو هذا، الدوش هو الاخراني، ها هو الدوش نقي، دار نقية بزاف، مولاها مهلي فيها. يعني هانت كيما شفتو. من بعد ما استقرينا في الشقة اللي وريت لكم، خرجنا نضربوا دورة في المدينة ونقربكم من أجواء ديالها في المساء. في مساء الجبهة كيكون واحد المنظر الغروب جميل جدا، اللي كتغرب الشمس وسط الجبال ومخلطة مع البحر، اللي كنصح اي واحد جا الجبهة يستمتع به لانه ما كيتكررش. النهار الاول دابا انتهى في الجبهة، غدا ان شاء الله تابعنا مجموعة من الشواطئ الساحرة غادي نعرفكم عليها. اول ما فقنا من بعد الفطور توجهنا للميناء باش نمشيو نكتشفوا مجموعة من البحور الواعرين اللي كاينين مورا الجبهة، وهما مرس الدار، مونيكا واحد، ومونيكا جوج، والحواط. وهاد الربعه ديال الشواطئ يمكن لكم تمشيو ليهم على رجليكم، ولكن الطريق طويله بزاف في الجبل، كتاخذ وقت طويل تقريبا ساعتين من المشي. حنا غادي ناخذ الفلوكه اللي غادي نجربو دابا.
البارح لقيناها في الفلوكة كدير 100 درهم إلا كنتي غادي تمشي وما يرجعكش ترجع على رجليك، وإلا كنتي غادي يرجع ليك في العشية كدير معاه الوقت كيحسب لك 150 درهم، داكشي باش خلصناها. وقدر يحطك في أي بحر بغيتي من الأربعة اللي ذكرت لكم، هو مرس الدار الأول ثم مونيكا الكبيرة ومونيكا الصغيرة عاد الحوار. باش غادي تكونوا غاديين غادي تشوفوا مناظر ساحرة وزوينة بزاف، وغادي تدخلوا في واحد المغارات اللي كتميز بهم منطقة الجبهة، وغادي تشوفوا جبال عملاقة وبحر صافي، وبحر صافي وزرق كيبان ليك القاع ديالو. يا سلام يا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر يا رب، الله أكبر، الله أكبر. I'm going to go to the hospital.
احنا خسرينا نزلوا في شاطئ الحواض اللي هو كبير، كاين فيه فينت بلونجا وكذلك المياه ديالو صافيه تغريب السباحه، غير هو شاطئ دار ملا كله صمت. ملي تجي وجيبوا معاكم شي حاجات لبسوها في رجليكم، بحال حلومه، المشلانه، سبرديله، اي حاجه. صافي فيها وغادي بها الريح شاخشك مثل هذا الشيف حسن الطبخ ديالنا. ورينا ديك الطوجين ديالك السي حسن، شوفوه. مرحبا. او الريحه، يا سلام. باش مصاوب لنا السي حسن الطاجين؟ مصاوب بالمعزي. ايه تبارك الله. طاطا بصيله هذا، ولكن القضيه ديال الخيزو كنت نسيتو. يا خير ان شاء الله. بريري حتى وحده في البريري، حتى البريري كلشي طيب على الفخر. نعم السي، كلشي نعم سيدي. ها الفخر هو في الميكا هنا. مرحبا سيدي. هذا الشاطئ، هذا شاطئ الحواض. ايه كما كتشوفوا. يا سلام. العومة كانت زوينة بزاف، المكان نقي، كتستمتع بصفاء المياه والسباحة، وخا كتدخل لداخل ما تخافش البحر يجرك بحال اللي كاين في المحيط. انا شابكم اخ سير 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 حسن مول بنوات مدخلين لي ربعة البنوات باش يعوم ربعة. وفين كان نور الدين حار الجرية؟ من بعد ما عمنا وشبعنا عمان، دابا غادي نخليكم تستمتعوا بالجبهة بتصوير جوي اللي غادي تشوفوا من خلاله العظمة الإلهية المتجلية في الجبال والبحار وصفاء المياه، والصور كتغني عن كل تعليق. Thank you.
والخلاصه ديال الجبهه غادي يلخصها لينا الرئيس العالمي اللي خليت لكم رقم الهاتف ديالو في وصف الفيديو. ملي تكونوا جايين اتصلوا به باش يوصلكم ويدخلكم تشوفوا المناظر الساحره من خلال القارب ديالو. لان الجبهه انا من الجبهه، انا ساكن في الجبهه ولد الجبهه. لان الجبهه راه المعامله اللي كيتعاملوا راه الانسانيه مضخمه، حنا كنقولوا مضخمه بالطريقه الاسبانيه، راه معامله جميله، يوصلك ووريك هيدا بغيتي شي دار تكريها يمشي معاك، بغيتي شي قهوه اللي ما تعرفهاش فين تغدى يوريها لك، بغيتي تمشي للبطري شي غرف شي اداره يمشي معاك يوريها لك، بغيتي ديرتي معاه شي معرفه هكا يوصلك معاه للدار تغدى معاه يديك معاه للدار تغدى وتشرب ما عندوش مشكل، وبلا طمع بلا والو يوريك لله في سبيل الله. ولكن الانسان ملي كيبدا يوري الاخر هكا ضروري الانسان كيستقبل واحد البركه كيقول له راك قفتي معايا قالوا انا وقفتي معايا وما كيبغيش، ولكن كيدير عليه الزز فميته لا دار عليه الزز، ما هو ما يقول لك سنين ما يقول لك والو، لله المعامله لله في سبيل الله. فاحنا غير خويا حنا الجبهه هذه هي الطريقه ديالنا المعامله اللي كنتعاملوا بها هنا في الجبهه داخل الجبهه، حق موالي الجبهه الا ما كان براني ما يقول لك ما عارفش انا ماشي من هنا ما غادي يوصلك فيه، ولكن مول الجبهه غيتعامل معك بهذه الطريقه سواء صغير سواء كبير سواء السن ديالو كيما كان غادي يوصل معاك ويوري لك فين كري سكنة ويجري معاك وفين تري غراضيك فين شي إدارة هو اللي كيشجع الناس انهم يعرفوا شنو تحط عنده شي أمانة ديالك ما يتخافش منها، يكون عندك معاه واحد غير بالتليفون فمثال ما تخافش هي بأمانتك من السلاح اللي يجي لي عندك ويقول لك هادي هادي هذا ما يأذيوك لا في لابلاج ما يكسروا لك لا في لابلاج ما والو الكار موسكات وخذ راحتك وعومتي عائلتك وليداتك ما يمسلو عليك ما والو كيبقى ديما لوقار، وهاد البلاد هادي باقا فيها لوقار وباقا فيها النية والناس بركة بالله شوف هاد الناس هاد القبيلة هادي اللي باقا حية وباقي الناس وأخيرا نتمنى يكون عجبكم الفيديو اللي خدمني وقت كتير في التصوير والإعداد، ودعمونا بالاشتراك مع ترك تعليق وإعجاب باش تشجعوني نزيد نوريكم باقي طرقات ومناطق مغربينا الحبيب. الفيديو القادم ان شاء الله غادي نصور لكم الطريق من الجبهة الى الحسيمة، وانتظرونا في الايام القادمة.